طيب خلونا نروح لملف آخر، وتعالوا أفكر حضراتكم بالإعلان اللي كان أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، واللي حضروا مجموعات مختلفة الحقيقة من طوائف الشعب المصري على كل المستويات، ثقافية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية. في هذا الإفطار أعلن الرئيس عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي اللي أخذت حقيقي خطوات حقيقية للإفراج عن المحبوسين. النهاردة لجنة العفو الرئاسي أعلنت عن خروج كل من خلود سعيد، حسين خميس شبل، عبد الرحمن مكة، علاء عصام رمضان، محمد محي الدين محمد كدفعة تانية من المفرج عنهم. احنا معانا وبينضم لنا هاتفيا سيادة النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي. برحب بحضرتك سيادة النائب. أهلا وسهلا أستاذة دينا، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. وفي البدايه عايزين نعرف، بتشوف ازاي رد فعل الشارع السياسي على قرارات العفو الاخيره؟ الحقيقه طبعا الشارع السياسي بيتلقى هذه القرارات بحاله من الارتياح الشديد، بالتاكيد انه المسعى الاساسي من قبل القياده السياسيه في استخدام الرئيس للصلاحيات الدستوريه في الافراج عن الشباب المحبوسين هو هدفه اعطاء فرصه وتوسيع قدره كل الاطراف السياسيه في المجتمع على العمل وعلى المشاركه وعلى اعطاء فرصه لكل يعني المحبوسين في قضايا ذات خلفيه متعلقه بالراي والتعبير ان يخرجوا وان يعودوا ويندمجوا في المجتمع بشكل طبيعي، وبالتالي هناك رسائل سياسيه وانسانيه عديده، وده الاساس اللي بنيت عليه فلسفه وجود هذه اللجنه واستخدام الرئيس للصلاحيات الدستوريه في اصدار قرارات عفو عن المحبوسين في قضايا لا علاقه ب او لا خلفيه متعلقه برايي او التعبير. طيب انا عايزه اعرف من حضرتك ايه هي المعايير الموضوعه لتضمين الاسماء داخل يعني المعفو عنهم رئاسيا؟ الحقيقه احنا منذ اللحظه الاولى اعلنا عن معيارين، المعيارين دول اللي بنستند اليهم في نظر كافه الحالات اللي بترد لينا سواء كان بشكل مباشر او مع من خلال الاليات الاخرى مع الاطراف اللي بنتعاون معها في جمع البيانات زي المجلس القومي لحقوق الانسان او لجنتي حقوق الانسان في مجلسين النواب او والشيوخ او الاستماره اللي تم اطلاقها خاصه بلجنه العفو على موقع المؤتمر الوطني الشباب. الحالات اللي بترد لينا طبعا مباشره كل دي اليات بنستقبل بيها البيانات وبيتم تطبيق معيارين، معيار عدم الانتماء لتنظيم ارهابي ومعيار عدم ارتكاب عمل عنيف. كل حاله بتتوفر فيها هذه المعايير بيتم ارسالها الى مؤسسه الرئاسه لخروج قرارات عفو بشانها. طيب متوقع يوصل عدد المعفو عنهم قد ايه قبل نهاية هذا العام؟ هل في رقم معين؟ مش محددين او ملزمين بارقام محدده بحد ادنى او اقصى، ولا حتى ملزمين بسقف زمن لعمل اللجنه، بالتالي اللجنه عملها ممتد لحين نظر كل الحالات اللي هترد لينا. في نفس الوقت احنا واخدين على عاتقنا ان نعمل بوتيره سريعه من خلالها خروج اكبر عدد ممكن من الشباب المحبوسين في اسرع وقت ممكن، لعلمنا الشديد بانه مثل هذه الملفات بتكون لها ارتباط يعني في على كل المستويات في الشارع السياسي اجتماعيا على كل المستويات الحقيقه. طيب الدمج المجتمعي اللي كان اكد عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد خروج يعني شباب المحبوسين، ازاي اللجنه بتنفذه؟ وعايزه من حضرتك امثله لده. طبعا مساله الدمج المجتمعي هو مقصود فيها ببساطه انه اللي تم فصله من عمله ان يعود الى عمله، الطلبة اللي تم فصلهم من الجامعات أثناء فترة حبسهم أن يعودوا إلى جامعاتهم. الحقيقة أنه ده ما زال محل بحث ومناقشة داخل لجنة العفو، لأنه في التنفيذ يبدو الأمر يعني من المشهد العام أنه سهل وميسور، لكن في التنفيذ هناك العديد من التحديات، لأنه هذا الدمج مرتبط ببعض القوانين، مرتبط بتعديلات قد نحتاج الى
خوضها من جانب البرلمان، إضافة لده ارتباطها بلوائح جامعية. فهناك في التفاصيل العديد من التحديات اللي في حاجة إلى تضافر جهود كل الأطراف والمؤسسات في إخضاع هذه التحديات وفي القدرة على تنفيذ عملية الدمج المجتمعي. لأن إحنا برضو مثلا نتصور إنه قبل يعني فترة حبس البعض لم يكن لديه وظيفة أو عمل، فهذه الحالة ده يحتاج إلى تعاون مع المجتمع المدني حتى في إمكانيات إيجاد فرص عمل للمفرج عنهم من الذين لم يكن لديهم عمل. فبالتالي دي ما زالت محل دراسة والعمل عليها، ونسعى لتطبيق الدمج المجتمعي في أسرع وقت ممكن بالنسبة للحالات اللي بتحصل على عفو بشكل متتالي. طيب سؤالي الأخير سيادة النائب طارق الخولي، شايف إزاي يعني قرارات العفو الرئاسية يعني وعمل اللجنة، شايف إزاي تأثيرها على مشروع الحوار الوطني اللي كان أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعني الآن يعني جاري تنفيذه؟ أنا بعتقد إنه لجنة العفو الرئاسي هي جزء من حالة الحوار الوطني الدائر الآن، وهي بالأساس بتعبر عن إرساء حالة من التسامح المجتمعي وإعطاء حالة من الأريحية لدى كل الأطراف في خوض هذا الحوار وفي خروجه بكافة الرؤى اللي نستطيع من خلالها الخوض في بناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية وتدعيم البنية السياسية للدولة. ففي رأيي عمل لجنة العفو هو جزء رئيسي وأساسي من الحوار الوطني الدائر الآن، وجزء من محاولات إنجاح هذا الحوار وخروجه بأفضل مخرجات من شأنها أن تلعب دورا هاما وحيويا في مستقبل الدولة المصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي.